السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله نهضر على الدروس ديال البكالوريا، دروس اللغة الإنجليزية اللي كيجي فيهم امتحان الوطني الموحد. بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيقول لك أنا بغيت نراجع اللغة الإنجليزية، شنو غنراجع فيها باش ندوز الامتحان الوطني؟ إذا أنا غنعطيكم الدروس، حددتهم 10 ديال الدروس اللي كيطيحوا غالبا كيجيو في الامتحان الوطني، خصوصا لانجويج. لانجويج يعني اللغة. إذا أول حاجة هو تنسز. شنو هما تنسز؟ تنسز هما لي طون اللي كيتصرفوا، الأزمنة باللغة العربية، الأزمنة ملي كتبغي تصرف الفعل، كيفاش كيتصرف. عندنا 12 ديال الأزمنة، 12. We have 12 tenses. We have 12 tenses in English. We have present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. هما أربعة. عندنا past simple, past continuous, past perfect continuous. ها ثمانية. عندنا future simple, future continuous, future perfect continuous. هما 12. هادو 12 tenses، 12 ديال الأزمنة. الدرس الثاني هو conditionals. conditionals فيه conditional 0, conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3. conditionals هما ديك أسلوب الشرط، جواب الشرط، ملي كتكون فيه F. if I have money I will buy a car. if I have enough money I will buy Ferrari، إلى آخره. هاد الدروس كاملين غنعملوهم في الديسكريبشن، كاملين عندي دروس على هاد المواضيع، على هاد الدروس. يعني كاين لي فيديو، عملت بزاف ديال لي فيديو على هاد المواضيع. ثالثا، الدرس الثالث وهو باسيف فويس. شنو هو باسيف فويس؟ باسيف فويس هو المبني للمجهول، هو كيعطيك جملة في اكتيف كتحولها لباسيف. بحال مثلا أكل محمد تفاحة، نقول التفاحة أكلت من طرف محمد. For example، محمد eats an apple. An apple is eaten by محمد. الدرس الرابع وهو reported speech. reported speech هو الكلام المنقول، يعني كاين واحد الهضرة، أنا قلت لك واحد الهضرة باش تعاودها لشي واحد آخر، كتمشي تعاودها بواحد الصيغة آخر. إذا كانت present كترجعها للباست، يعني كتحولها بواحد الصيغة أخرى. Number 5 relative clause. Number 5 رقم 5 relative clause. relative clause هما هادوك اللي كيجيو في الوسط ديال الجمله، بحال عندنا who, whose, which, whom, where, when, why, how، الى اخره. هادو كيتسموا relative clauses. هادو دائما كيجيو في الامتحان الوطني، وجميع الشعب كيطيحوا هاد هذا الدرس. Number 6 expression and their functions. expressions يعني كيعطيك العبارة، كيقول لك شنو functions ديالها، شنو functions ديال ديك العبارة. number 7 word formation. word formation هي الكلمة، لا فورم ديالها. مثلا كيعطيوك الفعل خصك تصرفو ترجعو لونا، ولا كيعطيوك لونا خصك ترجعو لاجيكتيف، او للعكس. يعني دائما كتبقى تلعب بالكلمة، كيعطيوك الكلمة خصك انت تحول ديك الكلمة، واش نورمالمون خصك تكون لاجيكتيف ولا فيرب ولا ادفيرب الى اخره. هذا كيتسمى وورد فورميشن. اذا الرقم 8 عندنا جيرند اند انفينيتيف. جيرند كاين خاص واحد لا ليست ديال الافعال، كاين واحد لا ليست ديال الافعال كتمشي مع جيرند اللي هو اي ان جي، فيرب بلس اي ان جي. مثلا اذا قلت I enjoy swimming, I enjoy dancing, I like going, I like shopping، يعني كيكون واحد لا ليست ديال الافعال اللي كيمشيو مع جيرند، هذا كيتسمى جيرند. درس رقم 9 هو phrasal verbs. phrasal verbs عاود دائما كيطيحوا في امتحان الموحد الوطني. خصك يعني تحفظ شي كلمات. شنو هو phrasal verb؟ phrasal verb هو واحد الفعل كيكون مع حرف جر بلاس preposition. verb plus preposition، كنقولو go, go up, go down, go in, go on، الى اخره. هادو كيتسموا phrasal verbs. كاين linking words. اخر درس اللي هو رقم 10 هو linking words. linking words هما الكلمات اللي كيجيو بين الجمل، مثلا although, in spite of, although, even though. المهم الكلمات اللي كيربطوا بين جمل، كيعطيك واحد الجملة اخرى، وكيعطيك هاد linking words واحد الكلمة اللي غتربط بيناتهم. انت خصك تحكم فين غتسبق، واش غتسبق الشق الاول ولا الثاني، يعني كيفاش غتبغي تربط بيناتهم. اذا هذا ما كان، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، بالنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.